بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. يقول السائل: جئت من عمان وأريد أن أعتمر عن عمي، هل يجوز لي ذلك؟ إن كان عمك حيا على قيد الحياة ولم يؤدي عمرة الإسلام فإنه يجب عليه أن يأتي هو ويعتمر، إلا أن يكون عاجزا عجزا مستمرا لا يقدر على المجيء في الحال ولا في المستقبل، حينئذ يوكلك وتؤدي عنه عمرة الإسلام.